اما تيجي تتهم حد اذا ما كانش معاك ادله تبقى راجل اونطه وكذاب. حتى العداله القانون والقضاء والنيابه ان ما كانش معاك تهم رسميه موثقه وادله فعليه يبقى اللي انا القيته في البيان بتاعي فيستك وابقى راجل داخل انتقم من اجل الانتقام. يا حاج سعيد عايز اطمنك بقالي 5 ايام شغال محاسب انا واعضاء المجلس في بيتي 17 ساعة كل يوم، شغال فحص لجنة العمل بالكامل في مصر وفي أقاليم مصر، شغالين على مين المشبوه اللي هنا، مين اللي عمل إيه، وجبنا بالوقائع والأدلة والأصوات إزاي كان بيتم ابتزاز الناس. على سبيل المثال اللي الأستاذ محمود قاله والحاج سعيد عايزه يحكيه دلوقتي، الأستاذ محمود مضطر لأنه وعدني في بيتي إنه هيجي في تحقيق رسمي في النقابة هيقول لي كل الكلام ده. هو الراجل شايف موبايلات وارد إنه يكون مش عايز يتكلم قدام الموبايلات، هيتكلم قدام نقابته وبيته. اسمعونا بقى، هيتكلم قدام محامي ومجلس دولة وانا برؤس اللجنه وفي عضويتها الدكتور عاطف امام والدكتور رضا رجب، وهيتسال الاستاذ محمود في كل اللي قاله لي في بيتي، ومضطر يا استاذ سعيد الاستاذ محمود يجاوب لي عليه واحده واحده، والا هاخد قراري كنقيب موسيقيين واعتبره جه ضحك عليا. هو الراجل دلوقتي في حاله حرج. اما بالنسبه للاستاذ حمو بيكا، الراجل ده مدير اعماله على سبيل المثال. افتح يا عم الواتس يلا بقى. ايوه كده لازم. استنوا بقى علينا بقى، استنوا بقى علينا بقى، استنوا علينا بقى. المفروض ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ اسمعوا يا اساتذة، هتسمعونا طيب ولا نقوم نمشي ولا ايه؟ يا حلمي عيب كده يا حلمي، انا استنيتك الحد اللي فات ودينا بكره الحد اهو، 8 ايام لا جيتني ولا اتصلت بيا ولا كلمت ولا بعت الفلوس ولا اي حاجه. يعني هو انتوا كده صح؟ انتوا كده تمام؟ السؤال بقى انتوا كده تمام؟ لا احنا كده مش تمام. استنى على النبي، ادينا بقى واحده ثانيه، ادينا واحده ثانيه بتاعت الراجل موقوف، حمو بيكا موقوف، الراجل المسؤول بتاع النقابه بيديله امر اوردر قدام مارينا 5، واعمل لي فيديو، بيقول له اعمل لي فيديو قول ان انت جاي في مارينا 5 ببلاش، كل ده ببلاش. ادي يا باشا يلا، انا عندي من ده كتير، انا عندي من ده كتير. خد بقى، الراجل راح اشتغل وحدايا من وراه، دي وحدايا من وراه. هو احنا نروح نصر في جوليانا الاسبوع اللي فات عشان نظبط الشغل تعمل الشغل من غير يا ابو الاحلام؟ انا اكتفي بكده، معانا كتير قوي، معانا لا ابعت اديني واحد بقى اللي هو بتاع اعمل دعايه. ايه؟ اديني بقى واحده بتاعت الدعايه في المكان يخص. خلي بيك يبعت لي فيديو، انتظروني الجمعه اللي جايه في ابيزا كلاب امام مارينا 5، نسهر سوا ونقضي يوم مع بعض. نقضي يوم مع الراجل المشطوب. ها ما ينفعش، وهيعمل فيديو تاني اهو. حلمي خلي بيك يبعت لي فيديو، انتظروني الجمعه اللي جايه في ابيزا كلاب امام مارينا 5، نسهر سوا ونقضي يوم مع بعض. عملت له فيديو يا ورحت اشتغلته وحياة ولادك اشتغلت. استنوني بقى يا جماعة، يا أساتذة يا أساتذة يا أستاذ محمد، رحنا واشتغلنا وما خدناش فلوس وكل الكلام ده في نيابة عابدين، ولما جه حمو طلع قال الظلم وانا مظلوم، ولما طلبنا منه الفلوس راح موقفنا. هو اللي على طول كان بيسخن علينا الدنيا واحنا ما كناش بنعمل اي حاجه. ادفع هنا حلمي، يقول له حاضر. وفي في الزمالك كان على يد مندوب من النقابه هنا، كنت كل اوردر اشتغله كان ياخد مني 5000 جنيه
من اجري. مين هو المندوب؟ احمد مجدي لو موجود يشهد شهادة حق. قول له ايه؟ ايوه والله ايه؟ والله لاجيب نفر نفر، والله لاجيبها من جدورها، هجيبها من جدورها. استنوا بس، الراجل ده عملوا له محضر لحمو بيكا مزاولة مهنة بدون ترخيص، تمام؟ في عرف النقابة هنا يا أستاذ سعيد ولوائح النقابة حضرتك بتعدي لما يتعملك المحضر أو في المصنفات الفنية تقول غرامتي ايه؟ بتروح المصنفات الفنية، طب انا عندي غرامة ايه؟ بتسدد غرامتك وتمشي. بتيجي على نقابتك لو انت بتقطع ايصالات تدي لهم حق النقابة ونأدبوك بالضعف، حتى من باب هي مش لايحة ولا قانون، بس ان قرروا تأديبك بالضعف بتدفع. فالراجل ده كان لازم يبتز، فتعمل له قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص. كلام عبيط يعني. يعني لو هو رسمه 15,000 جنيه الراجل ده جاي عنده استعداد يدفع 30 يدفع 40، لو هيتسرق يدفع 50، لو تم ابتزازه هو يدفع 70، لو اتضغط عليه قوي هتبقى 80. الطلب من الراجل ده كم مليون؟ 3 مليون. صباح الفل عليكم. كان حرام الشيخ الحارس اللي جاب الرئاسه. يا جماعة من فضلكم نهدى شوية عشان خاطر ايه الأساتذة يعرفوا يقولوا كلمتهم. حاضر رشوة، واحنا قلنا له لا، المحامي بتاع حسن شاكوش، واحنا قلنا له لا وطلبنا منه طالما هتعمل حاجة لوجه الله هتعمل حاجة لوجه الله اتبع حاجة تحت رجلينا. قال لي تاخدها توزعها على الموسيقيين، قلت له لا الموسيقيين ما بتاخدش حاجه من حد، احنا ندي ما ناخدش حاجه من حد. الاستاذ السكرتير قابل ناس هنا في النقابه وقال له حماده عامل لي ثوره كبيره على الفيسبوك عشان احنا ما ذبحناش دي بيها عشان ناخدها ليه. وانا قلت له احنا ما بناخدش حاجه من حد. ده السكرتير العام بقوله على الملا اهو عشان انا لا بخاف ولا بختشي. هو قال لي كده بالنص. لا عايز دي بيها في الاوضه دي بس خلاص. عايز اعرفكم بالدكتوره عفاف طلبه من اساتذه الدكاتره الاكاديميين المحترمين في الكونسيرفتوار، من الناس اللي وقفت في ظهر مصطفى كامل وقفت ابطال مش وقفت سيدات. متشكر يا دكتور على وقفتك كتر خير. اولا طبعا هو زي ما بنقول انا من الكونسيرفتوار اكاديميه الفنون وبدرس في دار الاوبرا المصريه. طبعا كلمه يعني انا لما جيت انتخبته فالناس بتقول كلمه اكاديمي ولا فنان. اولا ما فيش حاجه اسمها اكاديمي ومش اكاديمي، احنا كلنا فنانين وده رب الاسره، ده النقابه المفروض احنا نتعامل مع كل الناس. يعني الفنان في ناس مش متعلمه اصلا بس بتعزف، ما هو ده فنان ده زميل ليا برضه، فما ينفعش اقول انا وتعالى عليه واقول انا اكاديميه مش اكاديميه. هو النقابه بيت الكبير اللي بيضم كل الاكاديميين والفنانين والعازفين من مختلف الفئات والشرائح المجتمعيه. ده اولا. ثانيا انا وانا قدام النقيب بعد اذنكم، انا وانا قدام النقيب انا بس ليا طلبات صغنطوطه قوي وانا اعتقد ان كلكم يعني مدعميني. اول حاجه ان احنا عايزين نادي لنقابه الموسيقيين، بقالنا سنين ما عندناش نقابه نادي خاص بينا. اثنين انا بعد اذن حضرتك بس حضرتك اللي هتكون ممثل لينا في مجلس الشعب، ان لازم في لائحه النقابه ماده من المواد اللي بتتيح للناس اللي فوق سن المعاش انهم ليهم حق التصويت، لان ناس كتير. اذنك يا دكتوره، هو ده السؤال اللي انا كنت عايز اسال فيه الاستاذ مصطفى، يشكر ان نزود المعاش. انا النهارده ليا صوت في انتخابات رئيس الجمهوريه ومجلس الشعب، وماليش صوت في النقابه الا اذا كنت اتنازل عن معاشي، ولو اتنازلت عن معاشي هاكل منين؟ اذا كان اللائحه عقيمه وبيها عوار تتعدل، قوانين ودساتير الدول بتتعدل، عدلوا لنا القانون يعدل في مجلس الشعب عن طريق النقيب ومجلس الاداره.
طيب صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا يا استاذ سعيد احضرني، تعال يا استاذ محمود يلا نقف بقى عشان ايه ده اخر اجابه اهي. صلوا على النبي. انا جاي في مرحله انتقاليه قتاليه. ليه بقى؟ يعني ايه مرحله انتقاليه قتاليه؟ في ناس الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله. صلوا على النبي. معلش يا خالد أرد بس، الأدب بيبدل على صوتك يا أستاذ. طبعا على الحق. اه طبعا في الفرصة عظيمة. طيب يا اخوانا اخواني وزملائي اخواني وزملائي، يا عم سعيد مش سألتني؟ انا عم سعيد ودول لو سمحت كلمة وهنمشي كلنا. يا جماعة احنا في مرحلة انتقالية ودخلنا على ناس بتقاتل حتى هذه اللحظة ألا يكون لنقابة المهن الموسيقية قيمة وكرامة، وألا تكون النقابة دي نقابة عدل وشرف واحترام. في فئة ما زالت بتقاتل، وأنا بأمرك يا رب أدهم. صلوا على النبي. تاني معلش يا استاذ عشان يشوفونا. يا جماعه يا جماعه في مقوله كده بتتقال لكل مقام مقال. احنا النهارده عندنا شكاوى موسيقيين كتيره في كل حته، وعندنا مطالب موسيقيين في كل حته. الوعد والعهد اللي بيني وبينكم ان كل حاجه هتتاح ليا ان انا اعملها هعملها. انا لا راجل في سلطه تشريعيه ولا في سلطه تنفيذيه، انا راجل رئيس مجلس مؤسسه. بعمل ايه؟ كل اللي هقدر اعمله لك ان انا مش هتكاسل في اي حق لحضرتك. تمام؟ هبتدي اخبط البلدان ان شاء الله. علاقاتنا واخواتنا كتير، والناس المحترمه في الجهات التشريعية إخواتنا. هخبط البيبان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هخبط لك البيبان ووعد عليا مش هسيب حاجة ممكن تكون مطلب لأي موسيقي غير ما أخبط بابها. خبطت بابها وفتحته وربنا أكرمني. ادعوني ادعوني، اللي هقدر عليه هعمله بأمر الله هشوفها لك. بس هي مش ملزمة عليا لسبب، دي مش أنا كنت بلف في المحافظات وقلت لهم كلمة حاج سعيد، قلت لهم كل ما هو قابل للتغيير وفي قدرتي تغييره حتى لو هيحملني مشقة هقول أنا هعمله. كل ما هو حلم كل ما هو حلم ما قداميش غير إني أقول يا رب سهل لي طريقي، يا رب سهل لي. معالي النقيب، اللائحة مش محتاجة تشريع، اللائحة الداخلية بتاعت نقابة المهن الموسيقية يعدلها مجلس إدارة، ما عدلهاش تشريع. التشريع يعني احنا من حقنا يجوز. ايوه يا باشا، التشريع في مجلس الشعب القانون. طب صلوا على النبي. يبقى احنا كده. طب اسمعوني، خلاص خلاص انا خدت العباره، سيبني انا راجل ذكي وبعرف افهم. كده معناها ان احنا المفروض يا جماعه بيكون تبسيب زمايلك تسمع بقى يا جماعه، سيبونا نسمع بقى كده. طول عمر النقابه بتستدعي وبتنتدب
عضوين. طب في ايه؟ في ايه؟ طب في ايه؟ في ايه؟ طب نقعد نسمع. النقابة طول عمرها بتنتدب عضوين من مستشاري مجلس الدولة. يعني انت هنا في نقابتك بتدفع من مالك ومن مال اولادك فلوس لاثنين من السادة مستشاري مجلس الدولة. طالما حضرتك بتقول ان القانون يبيح ده، يبقى انا اجيبه مكتبي واقول له يا فندم شوف لي ايه ده وقول لي اعمل ايه واطرح ده على جمعية عمومية ونتقابل عينيا الاثنين. اي حاجة في مصلحتكم والله لا اعملها، اي حاجة تفيد المصريين والله لا اعملها.